خلوني بعد أن نقلت لكم هذه الأنباء السعيدة، بل هي شديدة السعادة والرائعة والعظيمة، نروح لموضوع العقار المنهار. العقار المنهار اللي في حدائق القبة، يمكن حضراتكم طبعا عارفين القصة وبتتابعوها. لازالت عمليات البحث جارية أسفل هذا العقار المنهار في حدائق القبة، وإحنا عاوزين نطلع على يعني آخر المستجدات مع دكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة تحديدا للمنطقة الشمالية. أهلا بيك يا دكتور حسام. أهلا بيك أستاذ يوسف وأهلا بكل مشاهدينا. أهلا بحضرتك. بداية أحب يعني أن أنقل تعازي لضحايا العقار وأسر المصابين والأحياء. حادث أليم ألمنا كلنا وألم الشعب المصري كله. طبعا امر شديد الايلام يعني. طمنا على الوضع الحالي يا دكتور. خليني بس الاول اقول لحضرتك، هو العقار مكون من دور ارضي واربع ادوار متكرره. العقار من قديم المباني، يعود لحقبه الستينات او قبل ذلك كمان. العقار مبني دور ارضي على نظام اعمده، وباقي الاربع ادوار على نظام الحوائط الحامله. عظيم. بس عقار ستينيات ده مش قديم قوي يعني؟ لا هو يا فندم، لا عقار كده قديم، لا العقار كده قديم لانه كان في الوقت ده ما كانش في سيستم معين للترخيص او الكلام ده كله. لا مش فاهم يعني ايه، اشرح لي واحده واحده. بص يا فندم، انا عندي التراخيص، وان سيستم التراخيص ظهر في الثمانينات. في البداية قبل الكلام ده كله، العقارات كانت بتبني على الأرض مساحة كاملة ويروح لشركات المرافق ياخد منها الكهرباء والمية. ماشي، مفهوم. تاني ما احنا بنرجع بقى العقار بقى في النظام الإنشائي بقى. الدور أيوة. الأرض كان عبارة عن أعمدة والباقي حوائط حاملة. نظام حوائط الحاملة إن ببني سقف فوق سقف، حيطة فوق حيطة لغاية لما أوصل الدور الأخير. في النظام الإنشائي في الأسس الحاملة ما ينفعش اغير اي تعديلات في اي حائط. بمعنى ان اغير تعديلات حائط يعني الدور الفني يقطع عليه. معلش انا عندي استفسارات كتير بصراحه يا دكتور. بعد معلش استحملني. نظام البنى في الستينيات ما كانش حوائط حامله خالص. نظام الخرسانه، ما انا هقول لحضرتك معلش اسمح لي. نظام الخرسانات دخل المباني في مصر من منتصف الاربعينيات، وبدانا بنشتغل بالخرسانات المسلحه من منتصف الاربعينيات، فما قبل ذلك وكنا بدانا مساله بقى الاندستريال ايرا في العماره في الفنون المعماريه وبتاع. فيما قبل ذلك كنا بنشتغل بنظام الحوائط الحامله، لا الحوائط الجيريه اللي كان بيبقى الحائط اللي هو ايه تخانه 50 سنتي ده بالظبط اللي هو الحجر يعني. ايوه حلو قوي. منتصف الاربعينات انا اشتغلت مسلح، ستينات اكيد كانت الناس بتشتغل مسلح. فالسؤال، متاكدين انه ده حائط ستينيات، قصدي مبنى ستينيات؟ بص يا فندم، احنا اللي متاكدين منه ان هو من قديم الوقت. لكن هقول لحضرتك حاجه ثانيه بقى مهمه. في الوقت ده كان الناس بتحب تبني دور ارضي على اعمده وتبني بعد كده ادوار متكرره حوائط حامله، لانها بتبقى ارخص، الطوب بيبقى ارخص من الخرسانات بصفه عامه. بس الحوائط الحامله لا تستوعب اي شكل من اشكال التعديل الداخلي على الاطلاق بالضبط. والا هيحصل انهيار. هيحصل انهيار. اللي حصل يا فندم هنا ان مستاجر الدور الارضي والاول، خليني اشرح الاول العقار كله. الدور الاول الارضي والاول خاليين من السكان، الدور الثاني فيها اسره مكونه من 5 افراد، الدور الثالث فيها اسره مكونه من 7 افراد، الدور الرابع فيها اسره مكونه من 7 افراد. المستاجر استاجر الدور الاول. العقار عباره عن 4 حجرات ومطبخ وحمام. حب يوسع المطبخ والحمام ويدخل السرير معاها ويعمل مطبخ امريكاني. عمل التعديل بالليل، صحينا على الكارثه دي الصبح طبعا، لان اي تعديل في النظام الحوائط هيسبب انهيار. طيب يعني العقار كان ساكن فيه دور واحد بس باسره واحده؟ لا يا فندم، انا بقول لحضرتك الدور الثاني، الدور الارضي والاول كانوا فاضيين، الدور الارضي والاول كان فاضيين، الدور الثاني كان فيه اسره 5 افراد. اول ما حسوا بالانهيار نزلوا. الدور الثالث والرابع كل فيهم واحده فيها اسره، كل اسره مكونه من 7 افراد. كويس. هنا بقى يجي السؤال على الضحايا، وفيات واصابات. 1 اصابه و13 وفاه. طيب طبعا اتفضل كمل يا فندم. نتيجه طبعا الناس ما لحقتش تنزل، لان يعني اللي لحق ينزل كان الدور الثاني. احنا يا فندم طبعا يعني
ضبطنا على طول العمل التعديل، وضبطنا معاه كمان المقاول والعمال اللي اشتركوا واعترفوا في النيابه ان هم اللي عملوا التعديلات المعماريه وهدوا وهدوا او التعديلات اللي في الحوائط وهدوا العمل. طب الموضوع كده كده هيحال نيابه، فهي النيابه هتحقق فيه بالتاكيد مما لا شك فيه. تمام. السؤال، هل في توقع لوجود اي ضحايا اخ اسفل هذه الانقاض؟ لا يا فندم، خلاص يعني الحمايه المدنيه اخترتنا والاهالي اخترتنا ان هم دول لسه كانوا موجودين وخلصنا خلاص يا فندم. دلوقتي بنفتح الحساب. هي عباره ايوه، هي عباره عن حاره 5 متر من حاره ثانيه 6 متر من حاره 8 متر. واضح ان المساله صعبه في دخول قوات الحمايه المدنيه. الحمد لله وانتهينا فندم، بس الحمد لله يعني ربنا كرم وانتهينا بمساعدة قوات الحمايه المدنيه ومساعدة الحي ومساعدة معدات الحي ومعدات المحافظه، خلصنا الحمد لله كل الاعمال هناك. احنا ابتدينا نسكن او ابتدينا نستضيف الناس اللي هم تضرروا من الموضوع، سواء الحين العوده لبيتهم، لان في اربع عقارات حوالينا عقار كان حصل لهم يعني شويه حاجات خفيفه اخذناهم احترازيا، لكن احنا نتجه لنا مع عقاراتنا. طب عندي 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 سؤال يا دكتور، هو مفترض انه اي حد هيجري تعديل داخل المبنى العقار الشقه زي ما يطلع لازم ياخد تصريح؟ طبعا يا فندم. والناس دول ما خدوش تصريح ولا اي حاجه يا فندم؟ طيب. ولا هل حصل اي بلاغات من سكان نفس ذات العقار بانه عندنا جار بيعمل مجموعه من التعديلات؟ هل حصل اي بلاغ؟ بص يا فندم، تم التاكد من جميع السلطات ان لم يتم ابلاغنا باي اخطارات عن العقار او اي بلاغات عنه. تم الاتصال بالنجده، غرفه عمليات مجلس الوزراء، غرفه عمليات محافظه القاهره، غرفه عمليات التنميه المحليه، لم يوصل لها اي اخطار عن العقار او ان فيه خطر على مدار الاسابيع الماضيه يعني. على مدار الاسابيع الماضيه. طيب معلش اخيرا، احنا عايزين نطمن على حاله المصاب الوحيد. يا فندم، هي سيده والحمد لله هي كويسه وتلقت علاجها في مستشفى دمرداش. السكان الاحياء هنعمل معاهم ايه؟ يا فندم احنا اوريدي، خليني اقول لحضرتك ان وزاره التضامن الاجتماعي اولا، بس انا حابب ان اطمن الناس ان عملت صرف 2000 جنيه في اسره المتوفى، وفي نفس الوقت اتحركت منظمات الاتحاد الوطني للعمل الاهلي التنموي وصرفت قيمه ماديه 50000 جنيه للمتوفى و 25000 جنيه للمصاب. ابتدينا نشوف الناس اللي احنا اخذناهم بشكل احترازي، ابتدينا نوفر لهم شقق لحين الانتهاء من ترميم البيت والعوده لبيتهم. المحافظه متشكله طبعا بالاسره لنجد والسيده لنجد توفير سكن يعني ليهم. احنا تم صرف وجبات في تضامن كامل، ظهر هنا فعلا اصاله الشعب المصري بضابط حالف وطن العمل وظل لأي أزمة تواجه الوقت. يا رب يا ميسر الحال. أشكرك يا دكتور حسام، وربنا يجعلها آخر الأخبار السيئة يعني. أشكرك جدا دكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.